السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب. دونك اليوم من بعد ما وصلوني بزاف ديال التساؤلات عند بزاف ديال الشباب كيسولوني كيفاش أننا نلغيو أو نشطبو على بطاقة المقاول الذاتي الخاصة بهم. بيان سور هي طريقة بسيطة، والإلغاء أو التشطيب على البطاقة المقاول الذاتي راجع لعدة أسباب. كاين الناس اللي وقفوا النشاط ديالهم، ما بقوش خدامين وما بغوش يخدموا بها، يعني الناس اللي لقاو خدمة أخرى أو لا إلى غير ذلك. وبيان سور كاين الناس اللي بغاو انهم يبدلوا لو ستاتو، يحيدوا المقاول الذاتي باش يدخلوا يديروا شركه، يديروا ما يسمى يعني السجل التجاري ريجستر كوميرس. الطريقه راه واحده نفسها وبسيطه جدا. غادي نشوفوا كيفاش غنديروا هذا الشيء في الموقع. دونك غادي ندير rn ريجستر ناسيونال .ae يعني entrepreneur.gov.ma/login باش يديني ديريكتومون مباشرة، يديني على الصفحة اللي غادي ندخل المودباس ديالي وندخل يعني النيميرو لاكارت ديالي باش نتسجل. دونك بيان سور هنا كاينه العربية والفرنسي، غنديروا العربية باش كلشي يفهم. تسجيل الدخول اوتوماتيكمون اون فوا كتكونيكتا في ليسباس ديالك ديال المقاول الذاتي، كيعطيك الشباك ديال الخدمات، الشباك الاوتوماتيكي ديال الخدمات. كاين هنا القائمه ديال الارقام التعريفيه، يعني لي سي او ديالي، التعريف الموحد للمقاوله، التعريف الضريبي، لا باتونت يعني الضريبه المهنيه لا باتونت سابقا، ورقم ديالي ديال الملف ديال التسجيل. هادو معلومات اللي نقدر نحتاجهم باش نصاوب بهم الكاشي، نصاوب بهم الفاكتوره الى اخره. ماشي هذا هو الغرض ديالنا اليوم. الغرض ديالنا اليوم هو العمليه ديال التشطيب او الطلب ديال التشطيب ديال من السجل الوطني للمقاول الذاتي. غادي نجيو لهنايا، كاين الادلاء بالاقراءات الضريبيه، مراجعه البيانات، طلب التعديل الى عندي مثلا النمره ديالي ديال التليفون غلطه ولا الايميل غلطه وبغيت نموديفيه، كندير لهم طلب ديال التعديل اون لين هنايا. وكاين طلب التشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، كنكليكي فيه تو سامبلومون. غادي يديني لواحد الصفحه اللي كنعمر فيها الطلب، وبيان سور هذاك الطلب ماشي نهائي. دونك هنا الا شفتوا استماره التشطيب، بيان سور هنا كاين معلومات. دونك السبب اللي كيهمنا، غادي نديرو السبب ديال التشطيب. كاينه لا سيساسيون ديال لاكتيفيتي، يعني التوقف ديال النشاط، شاط ما بقيتش خدام وما بقيتش باغي نخدم. هادي راه ماشي بوز، ماشي كتوقف لي وقت معين، هادي كتشطبها بصفه نهائيه لا سيساسيون. ولا لو شانجمون دو فورم جوريديك، يعني الا بغيت نحيد المقاول الذاتي وندير مقاوله يعني في بالريجستر دو كوميرس، سواء ذاتيه او لا معنويه، يعني سواء بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. وبيان سور كاين هنايا اسباب اخرى ديال التشطيب، وهنايا تنديروا التفاصيل ديال الطلب. ضروري مثلا الا درت انايا لا سيساسيون، غادي ندير هنايا علاش انا وقفت النشاط ديالي. نكتبها بالعربيه هكا حيت هذا هو الموضوع ديال الطلب. تنكتب بانه مثلا، نعطيكم مثال، يؤسفني ان اطلب منكم التشطيب على كذا 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 للاسباب التاليه او للسبب المعين كذا 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 كذا. فقط يعني واحد جوج ثلاثه الجمل اللي هي لحقاش هذا الشيء اللي غتكتب هنا غادي يبان عندهم في الطلب. بيان سور كدير حفظ الطلب، انا ما غاديش نديرو لحقاش انا ما بغيتش نشطب على المقاول الذاتي ديالي. دونك كندير حفظ الطلب، وكيعطيك واحد هذاك الطلب كتامبريمي، كيعطي لك بي دي اف كتامبريمي، كتديه هو ولا كارت اوتو انتربرونور، الوكاله فين خديتيها، يعني البلاصه فين خديتي هذيك البطاقه، تما فين كترد عليهم، كتقول لهم شكرا بضاعتكم ردت اليكم، كتعطيهم المسائل، كتوقع لهم، هما كيتكلفوا بداك الشيء الاخر. دونك نتمنى انني نكون جاوبت على هذا السؤال هذا. تبارك الله عليكم، رمضان مبارك سعيد.